سيروره ومسار، رحله ديال الهضم. الا فهمناها اكثر غنعرفوا الجسم ديالنا ملي كيدق ناقص الخطر، وكيعطينا اشاره بانه كاين خلل وكاين اضطراب في الجهاز الهضمي الا صمتنا ليه مزيان. هذا اللي غنعرفوا تفاصيله مع الاستاذه حنان ازرقي، مختصه في التغذيه والحميه، الدور ديال المراره وعلاقتها بالكبده وبالبنكرياس وبالمعي الدقيق. دائما معاك لاله حنان ازرقي، اهلا وسهلا بك. اهلا بك اخت ديان، اهلا بالمستمعين الكرام. مرحبا مرحبا لاله حنان. وهذه المعجزه الالهيه ديال الله سبحانه وتعالى، هذا الصنع الالهي سبحان الله في الجهاز ديال الهضم، شي عنده علاقه بشي؟ واحد السلسله اللي هي سبحان الله يعني مدققه، وكل حاجه محطوطه في بلاصتها، وكل عنده دوره، وكل كيكمل الاخر. لاله حنان ازرقي، وين اخت جيهان كما قلتي، اي حاجه عندنا في الجهاز الهضمي ديالنا او في الجهاز الهضمي في الجسم ديال الانسان اون جينيرال، الا وعندها علاقه مع واحده اخرى، اي سي كومبليت اون ريلاسيون كي سي كومبليت اونتريل، يعني اي حاجه كتكمل العمل ديال الاخرى. نعم. هضرنا البارح، هضرنا على المراره، هضرنا بان عندها واحد العلاقه وطيده ما بين البنكرياس والكبد وكذلك المعي الدقيق. نعم. دونك هنايا داكشي علاش الانسان خصو ضروري يرد البال للتغذيه ديالو. شفتو ملي كنهضرو على الجهاز الهضمي اوتوماتيكمون كنهضرو على التغذيه ديالو. شفتوا حنا دابا ولينا التغذيه ديالنا ما بقاش التغذيه اللي هي صحيه والتغذيه اللي هي سليمه، اضافه ان الحركه ما بقاتش، يعني الناس كلشي عنده السيارات، ما بقاش الحركه اللي هي كتسيي عندها واحد الدور مهم جدا في التنشيط، ليس فقط الدوره الدمويه وكذلك العمل ديال الاعضاء. نعم، تنشيط الاعضاء، العمل ديال الاعضاء ديال الجهاز الهضمي ديالنا. كذلك المراره كاين ما بين الاسباب ديالها، هضرنا البارح بزاف ديال لي فاكتور دو ريسك، شنو المسببات اللي كيؤديو الى تكون داك الحجر في المراره. كاين كذلك بالنسبه للناس اللي ما كيديروش الحركه، حتى هما عندهم مشكل كبير، كيقدر مع الوقت انه يقدر يدير لهم الحجر في المراره. دونك حنايا اول حاجه خصنا نديرو الوقايه قبل ما نهضرو على العلاج. الوقايه اول حاجه، الوقايه كتبدا من التغذيه ديالنا، اللي خصها دائما تكون تغذيه اللي هي صحيه ومتوازنه وما فيها باس مره ندير واحد ديتوكس للكبد ديالنا، حيت كنهضرو على الكبد. نعم، حيت كنهضرو على الكبد، الكبد عنده واحد الدور مهم جدا. عندك الكبد والكلاوي، هما بحال قلتي واحد جوج ديال المصانع في الجسم ديالنا اللي كيشنو كيديرو، كيحميوه من الامراض. الله يسر، من تراكم ديال التسممات الغذائيه اللي كناخذو، والتسممات كذلك الادويه اللي كنكونو كناخذو. كاينين الناس اللي كيجي فوا كيضروا راسو اوتوماتيكمون كيجري كياخذ الدواء تماما، وكاينين الناس الله يكون في العون مضطر انه ياخذ الدواء بكميات اللي هي مفرطه. ها الكبد والكلاوي شنو كيديروا؟ كيطردوا لينا هذوك المواد الكيميائيه اللي كتكون عندنا في ذاك الدواء. دونك حنا شنو خصنا نديروا؟ واحد الديتوكس. هذا الديتوكس مثلا بحالاش؟ لاننا مره في العام مثلا ندير واحد الاسبوع ديال الديتوكس، كنكون مثلا كناخذوا تغذيه اللي كتكون بيغمون فيجيتاريان، يعني نباتيه، كنحيدوا اللحوم، كنحيدوا اللحوم بجميع انواعها، حمراء بيضاء، كنحيدوا كذلك النشويات، كذلك كنحيدوها. كنعتمدوا في الغذاء ديالنا على الخضر وعلى الفواكه، يعني المواد الغذائيه اللي كتكون غنيه بالبوتاسيوم. مدة أسبوع كنديروها، وكتكون غنية كذلك بالفيتامين سي، حيت كما كنعرفوا الفيتامين سي عنده واحد الدور مهم جدا للجسم ديالنا، هو عبارة عن مضاد أكسدة اللي هو فعال وقوي، يعني كيطرد لنا كاع السموم اللي كتكون عندنا في الجسم ديالنا. كذلك كنعتمدوا في الغذاء ديالنا على زيت الزيتون، واحد المعلقة جوج مثلا ديال زيت الزيتون، وحبذا كاع إذا درنا ذاك الخليط السحري اللي معروف اللي كيعالج نفس السعال إلى غير ذلك، بحال ديال الثومة مع زيت البنزين مع الحامض. هذا كذلك كينفع بزاف، كيدير لنا ديتوكس. كذلك الى ضفنا ليه العسل الحر كذلك كيدير واحد الديتوكس. الى خدينا عصير ديال التفاح، يعني بدون اضافه الحليب، بحال عصير التفاح مع الماء، كذلك التفاح مصفي مثلا في ديك السونتريفيجوز مع الصاي، الا كان بالنسبه بيان سور الا كان فيهم هاد لا سونتريفيجوز مخير حتى هو مزيان، حيت كيطحن لنا الالياف وكيطحن لنا كلشي كيخلطوا لنا في ذاك العصير. لكن بالنسبه للناس اللي ما عندهمش، يكتفيوا فقط بطحن التفاح مع الماء. نعم، الحان العادي ولا عصير ديال الليمون، ونزيدو عليه واحد المعلقه ديال عصير الحامض حتى هو فعال. وكذلك عصير البربه حتى هو مهم جدا اننا نديرو فيه كذلك ديتوكس. العصير ديال التفاح مع لي زيبيناغ والحامض
حتى هو مهم. خطير جدا مهم جدا. هذا الشيء كنديروا في ذاك الاسبوع بامكان الناس مثلا اللي ما عندها شي مشكل ديال المعده ما كديرها حرقه المعده لا حتى شي حاجه وعنده الهضم اللي هو طبيعي يقدر مثلا مره مره يشربوا على الريق ما كاين حتى شي مشكل يقدر انه يشربوا كيدير حتى هو ديتوكس للجسم ديالو وكنحميو الكبد ديالنا من هذه وقايه نعم وقايه الكبد والكلاوي كما قلتي لك الكبد والكلاوي بياسيون. بالنسبه للناس مثلا اللي داروا العمليه ديال المراره وكيكونوا مضطرين انهم يديروا الحميه الغذائيه من مور ما انهم يديروا المراره كما قلنا البارح الدور ديال المراره هو انه كتساعد على الهضم ديال الدهنيات بالخصوص. دونك شنو هنايا وكذلك بالنسبه للحوامض مثل فيتامين سي دونك هنا دونك في الحميه الغذائيه اوتوماتيكمون خصنا نردوا البال المواد الغذائيه اللي كتحتوي لنا على المواد الدهنيه خصوصا هنا كنهضروا على الدهنيات اللي هي مشبعه بحال ديال الطياب المقليات الى غير ذلك. وبالنسبه كذلك الدهون اللي هي صحيه الغير مشبعه هنا كنميتريزيو لا كونتيتي كنطلبوا منهم انهم يفوتوا شنو واحد جوج معالق كبار في اليوم ديال هاد الدهون هادو. نعم حيت نورمالمون علاش كنقول لهم هكا حيت بالنسبه للدهنيات اللي كتكون غير مشبعه تقدر يتم الهضم ديالها واخا ما تكونش لابيل ولكن ما خصناش عاوتاني نكثروا كميات اللي هي مفرطه. نعم 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 مع الكبار ديال زيت الزيتون اللي كتضاف بعد ما كيكون طهي صافي كتكون المراه طيبه داك الطاجين ديالها الى غير ذلك كدير جوج معالق. بالنسبه لفيتامين سي اي ماده غذائيه كتحتوي على الفيتامين سي ما كناخذوهاش بحال مثلا الليمون المندر هاد الحاله وي في المراره سيرتو من مورا العمليه المباشره الليمون المندرين الحامض المندرين البامبلوموس الحامض مطيشه مطيشه الفلفله مطيشه كذلك ما كناخذوهاش وهي اللي كيجهلوها بزاف ديال الناس وهي الفلفله. نعم اين فوا هاد الناس هادو كياخدو ديك مطيشه ولا فلفله كنحس جهه المراره كتسكني علاش؟ حيت لا فيتامين سي الدور ديالها كتستيميلي لابيل انها تخدم سكيفي ملي كتاخدي لا فيتامين سي ما كتلقاهاش سكيفي كتستيميلي هذيك البلاصه ديال ديال المراره وكهنا فاش كيبدا يحس الشخص انه كتبدا تكو. نعم داكوغ وما نساوش في الحميه الغذائيه اننا نعتمدوا على الخبز الكامل لانه غني بالالياف الغذائيه باش تساعدوا على عمليه الهضم. نعم كذلك بالنسبه للخضر هي كتكون كتكال بكميات اللي هي مهمه. بالنسبه للفواكه هنا ركزنا فاش هضرنا على الليمون هضرنا على المندرين غنيين جدا بالفيتامين سي. ما نساوش كذلك بان جميع الفواكه اللي كاينه عندنا كتكون فيها الفيتامين سي ولكن فقط فيها ولكن هي الكميه اللي كتختلف دوك المواد لا كونسونطراسيون كتكون مرتفعه اكثر في هادو. دونك هنا بالنسبه للفواكه ما تعداوش لنا واحد الفاكهه في اليوم باش ما انهم سيرتو من مورا العمليه طيب سيرتو من مورا العمليه طيب اون فوا كيفوت ديك العمليه وكيدير لو كونترول نعم اوتوماتيكوم هنا يقدر انه يرجع للتغذيه ديالو. نعم لالا حنان اذا سمحتي ناخذ مكالمه هاتفيه نشوفوا لالا نزهه. مرحبا كادير سؤال. مرحبا صباح الخير لالا نزهه. صباح النور. اهلا وسهلا. كي دايره اختي ليان؟ كي دايره لاباس؟ الله يحفظك ليا نزهه الله يحفظك ليا قولي السميه اللي بغيتي ماشي مشكل واخا تغلطي ماشي مشكل. نزهه سؤالك لالا حنان بسم الله يلا. اختي بغيت غير نسول عندنا واحد المراه هنا كبيره اييه وقالوا لي عندك المراره قريب ترتق ولكن قالوا لي ما عندكش القوه زعما ديال البنج. ما عندهاش القوه ديال البنج باش انا تستحمل البنج وتحيد المراره. اي ولكن قالوا لي المراره ديالك غترتق. يعني خاصها ضروري العمليه. اي ولكن ما عندهاش القوه. ما عندهاش القوه هذا سؤال هذا سؤال يمكن نحملوها لالا حنان ازرقي لدكتور الجهاز الهضمي على ما اظن ولكن في حين في حين شنو هاد المراه خاصها تاكل؟ في حين بيان سور داك الشيء هذا الشيء بغيت نقول لها نورمالمون ملي كتكون المراره عندنا في اناغمد انها خاصها تحيد خاصها ملي كترتق راه كتولي كتشكل سورتو هنا كانت السيده بان هذا الشخص هذا عنده السن زعما مراه كبيره قالت لك مراه كبيره كبيره هنايا وي هنا راه الالام ديال المراره ملي كتكون قريبه قريبه ترتق كتقدر انها تولي تانفيكتا يعني يقدر يولي هنا التهاب كيعطي واحد الالم اللي هي حاده جدا ومفرطه. هنا راه ما كيبقاش التغذيه كتبقى تعالج ولا شي حاجه اخرى كتولي العمليه ياخذوها السيده يزا اون يورجون يديروها العمليه. نعم دونك حنا كحفاظا بعد اون ما حدات السيده مازال ما تانفيكتات لها حتى شي حاجه كما قلنا يحاولوا ما امكن ان اي حاجه سميتها دهون هنا حتى الزيت البلديه ما نعطيوهاش لهذ السيده يعني اي حاجه سميتها دهون تحاول ما امكن انها تبتعد عليها والحوامض كما قلنا وتكثر فقط من الخضر. الخضر اللي تاخذ اللحوم الحمراء ما تاخذهاش الا خدات تاخذ الحوت وتاخذ الدجاج
الو نعم لا معاك كنسمعك. الحوت والدجاج. نعم الحوت والدجاج. وبالنسبه للدجاج تاخذ الصدر ديال الدجاج. وبالنسبه للسمك ما تاخذش لو بواسون غرا، يعني تحاول ما امكن ان تاخذ المغلم السمك الابيض، السمك الابيض اللي تقدر تاخذ. نعم. وما تاخذش كميات اللي هي مفرطه، لانه ما نساوش كذلك انه كيحتوي لنا على دهون. نعم كميات اللي هي بسيطه. نعم. جدا. وتركز تاخذ كيم غادي هي دو بليس نباتيه في اليوم ديالها. نعم نعم اذا واضح لالا يعني لانه المراره كما قلتي يعني ديالها في الدهون. نعم. الدهون. نعم نعم نعم. طيب مشكوره لالا نزهه كنتي معنا من اكادير. ونواصلوا معك لالا حنان ازرقي. قلتي بالنسبه للفواكه كتختلف او لا كيختلف يعني فيتامين سي يعني النسبه ديالو من فاكهه الفاكهه. واش هاد السيد اللي عنده يعني المراره ولا اللي دار العمليه ديال المراره الا خدا فاكهه في اليوم واش ما غاديش يوقع له واحد نقصان في الفيتامينات او لا او لا مشكله ولا ممكن يجي انيميا لالا حنان ازرقي؟ لا لا بالنسبه لهاد الاشخاص كما قلنا ماشي قلنا ماشي يدو ليه الفواكه اون جينيرال، قلنا نخليو الفاكهه نخليو فاكهه في اليوم ماشي مشكل، لانه كيعوض كياخذ خضار. فاكهه وحده كافيه، فاكهه وحده كافيه كافيه. فتحت هو دابا حنا شنو المهم عندنا هو اننا مور العمليه ما يحسش بالالم. نعم ديما ديما ملي كنبغيو نبداو واحد الخيميه غذائيه ولا شي علاج كنديرو لا بريوريزاسيون، شنو عندنا انه غادي ياثر لنا على هذا الشخص وشي حاجه اللي غادي تعالج لنا اكوغ تيرم في وقت قصير. وقيل يقدر يوقع التاثير الا مشينا مثلا قلنا هذا الشخص هذا غيمتنع على الفواكه، غيمتنع على اكل الخضر والفواكه، ما يخدمش السمك، ما ياخذش هذه، دونك هنا فاش كيقدر يكون تاثير. لكن ملي كنقول خذ فاكهه في النار، خذ خضار، خذ لنا حتى بالنسبه للحوم الحمراء ما تنساش، حتى بالنسبه للناس اللي كيديروا العمليه من الاحسن يبتعدوا على اللحوم الحمراء، ياخذوا الدجاج والسمك. نعم اللحوم الحمراء لان كتجيب لك نسبه من الكوليسترول. وكما قلنا وي كما قلنا السبب الاساسي بالنسبه للناس اللي عندهم حجر في المراره هو التراكم ديال الحجر ديال الكوليسترول. يعني لي ديبو دو كوليسترول. دونك سي بور سولا بحال كنعطيو واحد الكيمياء ديال الناس اللي ما عندهمش الكوليسترول، خاليه من الكوليسترول. اكزاكتومون. بالنسبه للبيض مثلا، بالنسبه للبيض كذلك حتى نقطه مهمه، صفر البيض يمتنعوا عليه ياخذوا الابيض البيض، حيت صفر البيض كيجيب لنا تبارك الله 1200 ملي غرام ديال الكوليسترول في اليوم، هي كميات هي مهوله. ليزابا ليزابا دواره اكيد الدواره لي زابا هذاك الشيء معروف اللي هو ما خصهمش ياخذوه الناس. لي كوع كذلك الركرعين فوالا حتى هما كذلك ما خصهمش ياخذوهم، حتى هما كيكونوا المخ كذلك غني بالكوليسترول بكميات اللي هي مفرطه. دونك هنا كناكد السمك والدجاج. نعم هنا ما يمشيوش الناس بقى يقولوا غنمشي ندير المفور ولا غادي نمشي نبدا نسلق باش انا فيا المراره. لا هي الطاجين ديالو النورمال سي جوست انه كيدير معلقه زويته بلديه ومن مورا ما كيطيب. هنا ما كنديروش الدهنيات اللي هي طايبه، كنديروا دهنيات اللي هي صحيه كتبقى. نعم. خضراء اللي هي زيت الزيتون باش كنحطوا حتى هذوك الفيتامينات وكنعطي لهذا الشخص القوه. نعم. باش ما يمتنعش على حيت سيرتو ملي كناخذوش الدهنيات. نعم. الدهنيات كتعطينا واحد الطاقه واحد الحراره للجسم ديالنا. يعني داك الشيء كتستوكا في الجسم ما كياخذهاش كيبدا الشخص يحس بواحد الفشل. باش يعوضها باش يعوضها. داكشي كندير دوك معالق زيت الزيتون. نعم. داكشي كنعطيو دوك جوج معالق ديال زيت الزيتون. زيت جنجلان مثلا ممكن. زيت جنجلان نقدروا ناخذوه، زيت جنجلان، زيت الزيتون، زيت أرغان كذلك، أرغان كذلك يمكن أنه يتخذ. حنا كنخافو منه داك الزيت ديال الطياب اللي كيجيب لنا الدهنيات المشبعة. وبالنسبة للحليب الزيت ديال المقليات، بالنسبة للحليب خالي من الدسم. خالي من الدسم خالي من الدسم. نعم وي خالي من سيرتو من مورا العملية، هذه نقطة كنأكدوا عليها. نعم خالي من الدسم. بالنسبة للبن، بالنسبة للبن كذلك، اللبن ما نساوش اننا واخا كنحيد ديك الزبده كيبقاو دوك الحبيبات ديال ديك الزبده. دونك فوالا، دونك اذا كان غادي يصفيه وغادي يديلويه يخففو ياخذ كميه اللي هي بسيطه، ولا كان من الاحسن يقدر يصبر مور العمليه ما يخدمش ما ياخذش اللبن، يكون احسن ماشي دائما يكون احسن. نعم يكون احسن فوالا. نعم. وهذه العمليه هذا بيتو هذه الحميه الغذائيه. نعم. يقدر تدوم على حسب الشخص. نعم تجاوبه. نعم. تجاوب الجسم ديالو. نعم تجاوب الجسم ديالو. ولا تبع الحميه الغذائيه كوم الفو من سقطه يكون العمليه، يعني غيخصب يقدر يصبر ديك الشهرين الاولى ديال الشهور او ماكسيموم. نعم. وكيقدر يرجع التغذيه ديالو. نعم ولكن ما نساوش نقطه مهمه، راه ماشي كنقولوا يرجع التغذيه ديالو يعني غير يرجع العادات الغذائيه السيئه. لا يحاول يبدل شويه دائما لا بريكونس لي بريكونسيون ديالو خصو يخدمهم. الاحتياطات الاحتياطات ديالو. نعم وي ما ينساش ان المراره ما بقاتش عنده. واخا لالا حنان وحنا معاك كلشي عندنا، وخصوصا الريجيمات اللي ان شاء الله يلقاو عليها الناس اللي حيدوا المراره راحتهم. وغدا باذن
باذن الله نبداو المعده وقرحه المعده والناس اللي عندهم هذه المشاكل هذه كيفاش يحتاطوا في التغذيه ديالهم. الى اللقاء. لاله.